السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهاردة هنعمل مع بعض الكنافة بالكريمة بطريقة سهلة ومش مكلفة، وهتبقى زي بتاعة المحلات بالظبط. يلا بينا نشوف هنعملها مع بعض ازاي، وهتبقى بجد اطعم من بتاعة برة، وهتبقى ألذ بكتير من ان احنا بنشتريها من برة. وعمايل ايدينا وضامنين احنا عاملينها ازاي. يلا بينا نبتدي الفيديو ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. طبعا اول حاجة هعملها هحط 3 معالق نشا مع اللبن، هقلبه كويس عشان نعمل الكريمة طبعا بتاعت الكنافة. هحط الفانيليا لو عندك متوفر مع الكريمة لباني، حطي كوباية يعني 3 معالق كريمة لباني او نص كوباية. هتخلي طعمها جميل، بس انا مش متوفر عندي عشان كده حطيت النشا ومعاه الفانيليا. طبعا انا بعمل الاول الكريمة عشان تبرد، انت تحط باردة في مع الكنافة. ابتدت تتقل. ما تحطيش سكر للكريمة، ليه؟ لان الكنافة العسل هيبقى تقيل وفيه سكر كتير، والكنافة نفسها هيتحطلها سكر، ولو حطيتي سكر للكريمة هتصفر مش هتبقى بيضة، هتبقى لونها اصفر. فانا مش بحب احطلها سكر لاني بتبقى مسكرة او زيادة عن اللزوم. اه قوامها هطفي عليها وهسيبها تبرد على ما اجهز الكنافه معاكم. ادي عندي نص كيلو كنافه مقطعها صغير قوي، ويا ريت كمان لو هي تكون تتحط في الفريزر عشان تتقطع بسهوله، بس انا لسه جايباها طازه فما حطيتهاش في الفريزر، بس قطعتها صغير خالص كده. ده نص كيلو كنافه هحط عليه كوباية سكر مطحون وهقلبه كويس، وقلبها كويس في الكنافة. ولو عندك مطحنة ممكن برضو تطحنيها، بس انا قطعتها بايدي حسب ما انت عايزة. عندي كوباية الا ربع سمنة سايحة، هقلب بيها الكنافة، هخلي الكنافة كلها تشرب من السمنة. لو احتاجتي تاني حطي، بس هي الكوباية حلوة عشان متبقاش تقيلة قوي. ادي الكنافة كلها شربت السمنة، اهم حاجة الكنافة تشرب السمنة والسكر كده كلها. اجيب بقى الصينية بتاعتي. دلوقتي جبت الصينية
وهحط فيها دهنتها زبدة من تحت او سمنة اي مادة دهنية، واجيب نص الكنافة هعملها كده هحط نص الكنافة كده وهدوس عليها كويس، هسويها كلها، اهم حاجة يتداس على الجنب اللي تحت كله. كده سويت الكنافة كويس، بصي بقت عاملة ازاي، حاولي تدوسي عليها بقدر الامكان. اقوم جايبة بقى ايه الكريمة اللي انا عملتها، افضي الكريمة اللي انا عملتها اهي. طبعا هتكون لازم تسخني الفرن كويس قوي على درجة حرارة 180، ما تحطيش الكريمة في الاطراف عشان ما تتحرقش منك، في النص كده بلاش الاطراف. لو حطيتيها في الاطراف هتحرق اللي هتتحرق من بره. حطيت الكريمة، هحط بقى بقية الكنافة من فوق جنب التاني. حط بقية الكنافة كده من فوق وادوس عليها بالراحة قوي عشان الكريمة متطلعش لبره، يعني بالراحة نبعدها. وساوي الصينية بس من غير ما تدوسي عليها. اجيك تساويتها ودوسي عليها بالراحة قوي، خليها كلها سوا واحد عشان المهنبية متطلعش او الكريمة متطلعش منه. تكوني بقى مسخنة الفرن على درجة حرارة 180، بتكون سخنة وتحطيها فيها. هحط بقى دلوقتي معلقتين سمنة كده سايحين على الوش وهدخلها الفرن. وآتي شكل الكنافة بعد ما خرجت، ان شاء الله ريحتها تحفة. دلوقتي بقى هجيب صينية وهوريكوا شكلها ايه. هقلبها دلوقتي، هقلبها زي ما انتوا شايفين في الصينية التانية. ادي شكلها وادي لونها. طبعا العسل انا مجهزة العسل، العسل اللي هي سخنة هحط العسل البارد، العسل كوبايتين سكر على كوباية مية على نص ليمونة. طبعا العسل بتاع البسبوسة بيبقى اخف من العسل بتاع الكنافة، بيبقى تقيل شوية. هوريكم العسل الكنافة بيبقى تقيل اهو. انا مش بحب العسل هكتره فيها لاني انا مش بحب الحاجه مسكره قوي وهي فيها نسبه سكر جامده، بس انا ما حطيتش سكر في المهلبيه زي ما قلت لكم او في الكريمه عشان لونها ما يبقاش اصفر، تبقى لونها يبقى الكريمه لونها ابيض من جوه عشان السكر هيصفرها. دلوقتي بقى هقطعها. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله جميله كده ومقرمشه، طعمها حلو قوي بس هي لسه سخنه. وادي الكنافه بعد ما قطعتها، بجد
جميلة وطعمها جميل قوي وريحتها تحفة. بصوا والصينية ما لزقتش ولا لزقت فيها اي حاجة ولا اتحرقت ولا اي حاجة. بسم الله ما شاء الله طلع زي يعني تحفة بجد تحفة، طعمها جميل قوي. يا رب يكون الفيديو عجبكم وطريقتي تكون عجبتكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.